وضع حكام الدولة الخليفية نظاما إداريا ساهم في ربط جميع مناطق البحرين وتوابعها كالزبارة بنظام موحد ساهم في تعزيز الأمن وتسهيل أمور الرعية وتعزيز سلطة القضاء وضمان خطوط التموين والإمداد. وكان لرؤساء القبائل دورا محوريا في هذا النظام. هو الله يسوك يعني صلة الحاكم هناك اللي كان يعني في الزبارة مع رؤساء القبائل. احنا كل قبيلة لها شيخ يسمونه شيخ، يعني كبير القبيلة او المسؤول عن جماعته يسمونه شيخ، شيخ القبيلة. فالحاكم صلته مع الشخص هذا، جميع القبائل الموجودة يعني ما نبي نعددهم، كل القبائل معروفين اللي في الشمال. فأي حدث أي شيء أي نقص في الأمور المعيشية أو شيء، هذه هو يمثلهم عند الحاكم. وكان شيخ القبيلة مفوض من قبل الحاكم للفصل في الأمور القضائية التي تخص أفراد قبيلته، وفي حال عدم الفصل لأي سبب من الأسباب يتم اللجوء إلى الحاكم أو القاضي المعين من قبل الدولة للفصل في المسألة. وحتى يعني أحيانا صارت يعني قضايا يعني شجار أو شيء بين 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 الأشخاص من نفس القبيلة أو شيء في الأمور الدنيا، فيعني هذه يعني يجتمعون عند شيخ القبيلة وهو يحل لهم يعني المشكلة. وكان نمط القضاء المتبع في ذلك الوقت تبنى أحكامه على العرف القبلي، حيث أن كل رئيس قبيلة هو الذي يفصل في النزاعات بين أفراد قبيلته، ويكون حاكم الدولة هو المرجع الأعلى للسلطة القضائية. واستمر القضاء القبلي لرعاية الدولة الخليفية في إقليم الزبارة حتى عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، حيث أكد عيسى بن مبارك الكبيسي ما عاصره بنفسه في إقليم الزبارة قبل أن ينتقل مع والده وأسرته بعد العدوان عام 1937 ميلادية إلى البحرين، وأوضح بأن إقليم الزبارة يسكن في محيطه عدد من القبائل التي كانت تعتبر من رعايا حاكم البحرين وتوابعها، وأنهم جميعا يخضعون لنظام القضاء القبلي، حيث قال أن المبدأ الأساسي في الولاء عند أبناء القبائل هو مرجع الاحتكام عند نشوب الخلافات أو النزاعات، وزعماء القبائل المذكورة قد حصلوا على تفويض من حاكم البحرين بحل خلافاتهم داخل نسيج القبيلة، فيما كان يتم اللجوء إليه أي حاكم البحرين كمصدر أعلى للسلطة القضائية في حال تعذر حل هذه النزاعات. وبعد تأسيس المحاكم النظامية في البحرين أصبحت بعض القضايا المتعلقة برعاية الدولة في شبه جزيرة قطر تنظر هنا في البحرين. لكن هما بعدين يعني يرجعون خصوصا القضايا العودة ودي يرجعون للبحرين هني، لأن البحرين من عقب دي يعني صارت فيها تنظيم، صارت فيها قضاء، فمن ناحية الأموال والأمور هذه في قضاء، ومن ناحية الزواج والميراث والأمور هذه عندك الشرعية. وعقب البحرين يعني في أوائل القرن الماضي يعني في أوائل نظمت سوى الجمارك والشرطة والأمور هذه وتغيرت البلد، حتى الناس يعني كان يجون بعضهم لحل القضايا وتثبيت يعني إذا لهم ملك ولا هني، إنشاءوا دائرة الطابو يسمونها والتسجيل عقائد طابو يسمونها. فهذه كان الوضع الموجود قبل يعني. حيث يذكر التقرير الحكومي لعام 1937 ميلادية نبذة عن دور الإدارة في توثيق ملكيات توابع البحرين، وذكر في التقرير ما يلي: العرب في الزبارة يسجلون حقوقا في ملكية الأراضي لدى حكومة البحرين المتمثلة بدائرة التسجيل العقاري. وكان شيوخ القبائل أيضا مكلفين من قبل الحاكم بإدارة الشؤون الأمنية في مناطقهم. هو شيخ القبيلة الله يسلمك مثل ما تفضلت يعني هو يقوم بشؤون جماعته الموجودين في الأمور، جميع الأمور، وفي ناحية الأمن والأمور هذه لما الحاكم قبل إنشاء سلك الشرطة وقبل دي إذا صارت في بعض الأمور الأمنية يستعين بهم
فهو لا الحاكم لا اتصال بشيخ القبيلة أو كبير الجماعة مثل ما نقول، إلي يعني هو اللي يقوم بحث جماعته ووقوفهم لاستتابة العام والأمور هذه. يعني حتى في ناس كانوا يتي البحرين أشخاص تهريب من بلدان مجاورة، ومن يقوم بهذه؟ ما كانت الشرطة موجودة، ما كانت في خفر السواحل، ما كان في الأمور هذه، فهما أفراد قبائل موجودة كلهم باختصاصه. هذه الشخص أنت مسؤول عن المنطقة هذه، وأنت الشخص مسؤول عن المنطقة هذه، والمشتت شخص مسؤول عن المنطقة هذه. استتباب الأمن يعني استتباب الأمن هو مسؤولية طبعا الحاكم، لكن معاونة شيوخ القبائل الموجودة عنده. ويتم التواصل بين الحاكم وشيوخ القبائل عبر الرسائل أحيانا، وأحيانا عن طريق إرسال المبعوثين. هو شوف اتصال أول كل شيء كتابي، لأن أول ما كانت فيه يعني الأمور الموجودة حين يعني، ولا يعني حتى الربع منها ما في إلا شيء كتابي. إذا شيخ القبيلة حس بشيء من الأمور اجتماعية أو سياسية الأمور هذه، فهو يكتب كتاب. وأول يعني هم ما يعرفوا يكتبون، يعني شيوخ القبائل ما كان عن يعني كلهم أميين، يتكلم وذي ممتاز لكنه ما يعرف يكتب. فيعني تحصل عنده خاتم، الخاتم مكتوب عليه اسمه مال والد الله يسلم محمد محتفظ به، خاتم يعني نظفناه احنا كذا تغير شوي لكن الكتاب تبين يعني محمد بن يمعة شي يكتبون من جمعة. اول الناس اذا واحد عنده كتاب يعني رسالة حق الحاكم او الامور هذه، وهي قلة يعني ما يعني ما يطرشون الا كان في اشياء سياسيه او امور هذه. فهذه الله يسلمك كانت السفن رايحه جايه البحرين يوميه، كل يوم تروح يمكن 4-5 خشب يخطفون يروحون للمحرق، اقرب شيء لهم للمحرق، وياخذون المؤن وياخذون يشترون. فالاشخاص اللي عندهم هذه يروحون، كان على زمان الشيخ عيسى بن علي كان موجود في المحرق، ومن عقبه الشيخ حمد بن عيسى كان يقيم في صخير، سكن في المحرق لكن أكثر قامته في صخير وفي رميثة، هاي منازل الشيخ حمد بن عيسى. فالشخص هذا اللي عنده مكتوبة وشيء يعبرون، أول ما كان في جسر بعد بين المحرق والمنامة يعبرون في عبرات صقار، ومن هاي عقب يركبون على جمة جمال ولا على تكرم على زمايل الحمير، يركبون عليه ويروحون المكان اللي الشيخ الحاكم موجود فيه يسلمون الرسالة. من يعني من أمور الحياة، أما شيء سياسي أو شيء اجتماعي، مثلا عندهم ناس متضررين فقارة أو الأمور هذه، فالحاكم ما يقصر عنهم يعطيهم المبلغ اللي يعني يعيش شمود. هذا النظام الإداري رغم قلة الإمكانات في ذلك الوقت ومناسبته لظروف تلك المرحلة، إلا أنه ساهم في ربط مختلف مناطق البحرين وتوابعها في الخليج، وخصوصا بعد اتساع الرقعة الجغرافية للدولة التي امتدت من إقليم الزبارة وحتى جزر البحرين.